مساء الخير جميعا، الرحم بكم في بيت الرب. أكيد نحن نأتي إلى بيت الرب ولنا اشتياق أن نلتقي، مع العلم أننا نلتقي مع الرب في كل يوم، فحياتنا هي باستمرار مع الرب. لكن عندما نجتمع سوية فأن هناك بركة خاصة الرب قد أعدها لنا جميعا، لأننا جزء من المسيح، وعندما نجتمع سوية فنرى عظام الرب فينا جميعا. لكل واحد منا له خطة، والرب يعمل بقدر ما أنت تبدي استعدادك أن تعمل للرب. نشكر الرب من أجل حضوركم. نحن نحتفل مساء كل أحد الساعة 6 أنه نرفع تسابيحنا لإلهنا العظيم الذي له كل المجد، الذي افتدانا من لعنة الناموس وأنقذنا ونقلنا من الظلمة إلى نوره العجيب لنحيا معه إلى الأبد. أنا متأكد اليوم الرب مهيئ لنا فرصة جديدة، لأن حياتنا مع الرب هي حياة نمو في استمرار، فنحن بحاجة دوما إلى نعمة الرب في حياتنا، إلى حكمته الإلهية. فمهما صادفنا من هموم أو مشاغل، لكن الرب قادر أن يسندنا في أوقات ضعفاتنا وهمومنا ومشاكلنا. أكيد اليوم إحنا جايين وحاملين بعض أتعابنا معانا. أنا أقول لك أنت اخترت المكان الصحيح. تعال وضع كل أحمالك عليه، وثق أنه الرب قادر أن يلمسك، أن يغيرك، أن يغير كل الظروف المحيطة بك. فقط آمن به واطلبه من قلبك، وأنت سترى العجائب في عمله وقدرته وحكمته. خلونا في بداية خدمة اليوم نقرأ من سفر إشعياء والإصحاح 55 والآية 6. إشعياء 55:6: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. لأن أفكاري ليست أفكاركم، ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. فضل سريحه. كلمة الرب في هذا اليوم هي دعوة موجهة لكل شخص فينا. إشعياء النبي يقول الرب قريب، وهو فعلا قريب جدا. ضمن خطته الإلهية فهو يريدنا أن نكون معه، وذلك لمحبته العظيمة.
لكن مشاغل الحياة والمصاعب والهموم يشغلنا في بعض الأوقات، لأن كل ما نراه في هذا العالم يثير الدهشة والاستغراب من كل ما يدور حولنا. وعلينا العودة إلى الرب مباشرة، لأنه روحه تسكن فينا وهو الذي سيرشدنا. وكلما عدنا في وقت أقرب كل ما يكون الأمور أسهل، لأنه آت عن قريب جدا. شعب الرب كانوا يفكرون، شعب إسرائيل كانوا يفكرون أنهم يعلمون بخطط الله. معرفة الله وحكمته أعظم بكثير من أن تستطيع أن تدركها عقول كل البشر. مهما بلغنا من الحكمة والفطنة والعلم فهي لا تساوي شيئاً أمام حكمة الله. فعلينا أن نطلب مشيئته وحكمته ليغيرنا ونكون شركاء معه في الخطة الإلهية. ثق كلمة الرب تستطيع. أكيد لكل واحد منا الرب قد عد خطة. مرات نتردد في التكلم عن المسيح أو أن نتكلم بآيات عن الكتاب المقدس، لكن ثق أن كلمة الرب فعالة. وقد يجوز في بعض الأوقات نلاحظ تأثير الكلمة في الوقت نفسه. ثق أنه الرب قادر أن يغير القلوب، لأنه هو الخالق العظيم الذي كوننا وشكلنا على صورته. رسالة اليوم في هذا اليوم أنه الرب قريب جدا. ادعوه اليوم، واليوم الفرصة متاحة لأي شخص لم يعرف الرب لحد الآن. الرب يدعوك اليوم إلى الخلاص. هو يريد أن يدخل إلى قلبك ويغير حياتك. فقط ادعوه، وعندما تدعوه ثق أنه مو بس راح يخلصك، لكن كل همومك ومشاكلك راح يحلها، لأنه الإله الذي لا يعسر عليه أمره. نشكر رب من أجل كلمة اليوم، إنه نستطيع أن نتكل على الله في كل ظروف حياتنا، مهما كانت الظروف صعبة أو مستحيلة بمنظورنا الإنساني أو البشري، لكن أمام الله لا شيء مستحيل. دعونا نحن رؤوسنا في صلاة ونطلب الرب من كل قلوبنا. اطلب الرب وقل له أريد شيء جديد في حياتي، شيء أنت تريد أن تحققه في حياتي. ثق أن الرب قادر أن يلمسك، سواء من خلال ترانيم، من خلال الكلمة على فم الشيخ رياض. كلمة واحدة من فم الرب تستطيع أن تغير شعوب وتغير كل شيء في لحظة في طرفة عين. هذه الثقة يراها الرب في قلوبنا، ومثل ما قرأنا يقول كلمتي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. ثق أن كلمة الرب تستطيع أن تغيرك، تغير قلوبنا الحجرية إلى قلوب لحمية مفعمة بالإيمان والفرح والسلام والقوة. هذا إيماننا فقط. خذ دقيقتين وصلي
واطلب الرب، وبعدها راح اصلي صلاه قصيره. يا رب ما أعظمك يا سيد، لأنك خلقتنا يا رب على صورتك على شبهك منذ البدء يا رب. أنت أعلنت عن محبتك، وأنت يا رب تعلن عن مشيئتك يا رب في حياتنا، بأن نكون معك يا رب في كل حين. علينا أن نتكل عليك وأن نسلم كل أمور حياتنا يا رب بين يديك، ونطلب حكمتك ونطلب مشيئتك، لأنه هكذا علمنا الرب أن نطلب مشيئته في حياتنا. يا رب نحن جميعا يا رب نطلب مشيئتك في حياتنا. باركنا يا سيد، وبارك اجتماعنا يا سيد في هذا اليوم. بارك أخوتي كل الخدام المرممين والعازفين، واعطيهم مسحه خاصه من روحك القدوس يا رب، مسحه فرح وقوه يا رب، لنرنم يا رب بقلوب فرحه مبتهجه، لان الله معنا فمن علينا. يا رب اصلي من اجل خير الخدام الذين لا يظهرون يا سيد، انت تباركهم يا سيد ببركه خاصه يا رب، تعطيهم النعمه يا رب. نحن جميعا نعمل من أجل خدمتك يا سيد. باركنا وهيمن على المكان بروحك القدوس، واشغلنا دائما بمحبتك يا سيد. لك المجد والقوة والسلطان منذ الأزل وإلى الأبد. آمين. خلونا في بداية خدمة اليوم نقف ونرنم روح الله ندعوك. حياتي. خلينا هيك مع بعض نرنم هذه الترنيمة.
سألوا دب ابنك. مسلمة كان عندي خوف رهيب جدا، بالأخص لما جيت لكندا كنت متزوجة مع واحد مغربي وضربني، يعني لما بيعرف القصة واختباري، فكنت بخاف علشان يجي يسرق مني عمر،
فمن كثر الخوف اللي كان فيا بخلي الضوء في الغرفة علشان أنام. لكن لما جيت للرب يسوع، جيت بالإيمان كعابرة، فصرخت للرب ويا رب من فضلك أعطيني سلام، بدي أنام، بدي سلامة. فالرب أعطاني سلام فاق العقول. فلما قبلت وطلبت من الرب، هو اللي أعطاني هذا السلام. خلينا هيك نرنم سلامة فاق العقول. Thank you.
احنا شفنا الرب كيف عنده الخطة، وشفنا الرب اللي بيعطينا سلام، وشفنا الرب كيف بيلمسنا. لكن بدنا نشكره هلا، بنقوله ما أبهاك، ما أروعك، ما أجملك يا يسوع. وحنعمل وصلة بين الترنمتين مبتهجين بحبيبنا يسوع. فخلينا هيك نقف مع بعض ونسبح. تقريبا احنا خلصنا، لكن هيك مع بعض أرجوكم، ونعطي المجد ليسوع المسيح. أمين أمين.
is the man. Well,